جاتنا معلومة يوم 22 باللي فيه يعني رعيتين إيطاليتين عندهم أعراض الكورونا فيروس اللي تشبه الأعراض تاع الإنفلونزا الموسمية. ولهذا يعني في كل عجلة طلبنا من الطبيب عزلهم الاثنين يعني في مكان يعني آمن يعني باش ما يكونوش مرتبطين مع عمال آخرين وهم عمال إيطاليين يعملوا في الجزائر. والعينات بعثت إلى معهد باستور يوم 24 يعني في المساء، والبارح 25 فبراير حوالي الساعة الخامسة أو أكثر جاتنا المعلومة التأكد بأن حالة واحدة كانت يعني مؤكدة والحالة الأخرى يعني ما فيها حتى ما فيش الكورونا فيروس، يعني حالة واحدة وهو مواطن إيطالي عمره 61 سنة دخل الجزائر، يعني كان سافر يوم 17 ويوم 18 فبراير كان موجود على مستوى ورقلة. وكل الناس اللي كانوا يعني بقرابة من هذه الحالة راح تكون عندهم فحص طبي، وأيضا كل لي بريليفمون راح نديروا لهم دي بريليفمون باش تحاليل باش نشوفوا ولا عندهم أعراض تاع هذا المرض. وفي أيضا مواطنين اللي كانوا يعني معاه في الطائرة تقدموا تلقائيا على بعض المؤسسات الصحية لأخذ يعني العينات نتاعهم.